بيكم مرة تانية ومحاضرة جديدة وهاو تو بي ا بروفيشنال تور اوبريتور. هناخد في المحاضرة دي الهانيمونر باكيجز. تمام، بصوا يا جماعة، الهانيمون يعني هي في حاجتين اساسيتين لازم الاوبريتور ياخد باله منهم كويس قوي. ايه هما بقى؟ رقم واحد، لازم تطلب كينج سايز بيد، دي اهم حاجة. لما تيجي تبعت للفنادق والمراكب لازم تمنشن في ميل الحجز بتاعك انه دول عريس وعروسة، وتطلب بالتحديد كده وبخط واضح خالص ان احنا عايزين كينج سايز بيد. ليه بقى؟ عريس وعروسة اول يوم في شهر العسل، يعني لو دخلوا الاوضة لقوا توين بيد هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هتبقى مشكلة كبيرة. والموضوع فعلا هيبقى يعني مش مجرد مشكلة عابرة، لا، ده تبقى مشكلة كبيرة، مشكلة بجد حقيقية وكبيرة. يعني لازم ان انت لما تيجي تحجز الفنادق والمراكب للهانيمون لازم ان انت تمنشن في ميل الحجز ان دول عريس وعروسة، دول هانيمون وعايزين كينج سايز بيت. دي النقطة الأولى بالنسبة للهانيمونر باكيجز. طيب النقطة التانية ايه هي بقى؟ انت كده لما تمنشن للفنادق والمراكب ان دول عريس وعروسة، فالفنادق والمراكب بتقوم بعمل سوربرايز للناس دي، يعني مثلا يفاجئوهم بكيك، تورتاية، بوكي ورد، فروت باسكت. في الغالب المراكب بتقدم لهم فروت باسكت، المراكب في النيل بتقدم لهم فروت باسكت عشان طبعا عريس وعروسة في الكابينة بتاعتهم on board of the cruise يبقى قدامهم الفروت باسكت، فده يطفي على الرحلة شيء من الرومانسية. تمام، طيب يبقى دول الحاجتين الأساسيتين اللي لازم تاخد بالك منهم كأوبريتور في حالة ان الكروز، في حالة ان الباكيج اللي انت بتبيعها للكلاينت هي باكيج للهاني مونر او لعريس وعروسة. تمام، طيب الرحلة العريس والعروسة او الهاني مونر باكيج هي رحلة عادية، يعني هي زيها زي الكلاسيك اللي هيزور برضو فيها الهرم والمتحف وحاجات زي كده يعني. بس زي ما قلت لك هي اللي بيميزها عن الكلاسيكال باكيجز هي طبعا التجديد على الكينج سايز بيد والسربرايز اللي بتعملها المركب او اللي بيعملها الفندق او الشركة بتاعتك نفسها ممكن تعملها لهذا الكابل او العريس والعروسة في رحلتهم لمصر. تمام، طيب تعالوا كده ننظم مع بعض رحلة لعريس وعروسة بعتوا لك ريكويست وقالوا لك احنا هانيمون وعايزين دي رحلة شهر العسل بتاعتنا في مصر. طيب هنديهم مثلا كايرو وهرجادة ونايل كروز. مثلا هرجادة طبعا شواطئ البحر الأحمر بقى وجمالها ورومانسيتها، ودول عريس وعروسة ومحتاجين يستمتعوا بالشاطئ من شواطئ البحر الأحمر، فممكن ان احنا نديهم كايرو ونايل كروز و البحر الأحمر أو الغردقة علشان يستمتعوا فيه برحلتهم رحلة شهر العسل. أول يوم وصول هيوصلوا هناخدهم من مطار القاهرة ونوديهم على الفندق يباتوا. تمام، وتاني يوم هنعمل لهم رحلة للهرم والمتحف. تمام، طبعا دول أهم معلمين سياحيين في القاهرة والجيزة. وفي اليوم الثالث هنخليهم يركبوا الطيارة علشان يروحوا على أسوان طيران داخلي ويستمتعوا برحلة نايل كروز في نهر النيل 4 أيام 3 ليالي من أسوان. وما تنساش تبلغ العميل ان ايام خروج المركب اللي بتعمل 4 أيام 3 ليالي من أسوان هي جمعة واثنين واربعة. تمام، طيب عملوا السد والمسلة والفيلة في اول يوم وصول لأسوان وهيباتوا on board of the cruise، وتاني يوم المركب طبعا هتبحر عشان يزوروا كومومبو وإدفو، وبعد كده المركب هتوصل للأقصر فهيزوروا معبد الأقصر ومعبد الكرنك في البر الشرقي. وفي اليوم السادس هيعملوا تشيك اوت من الكروز ويزوروا وادي الملوك ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، وهناخدهم بالعربية ونطلع بيهم على مدينة الغردقة اللي بتبعد عن مدينة الأقصر حوالي 4 ساعات او من 3 لـ4 ساعات. تمام، هيستمتعوا بيومين في الغردقة اليوم السابع واليوم الثامن علشان يستمتعوا كعريس وعروسة بشواطئ البحر الأحمر الجميلة الرومانسية. وفي اليوم التاسع هنرجعهم على القاهرة بطيران داخلي عودة من الغردقة إلى القاهرة وهيباتوا
وفي اليوم العاشر هيعملوا تشيك اوت في فندقهم في القاهرة وبيغادروا مصر متجهين او راجعين الى بلدهم بعد رحلة شهر العسل الجميلة اللي قضوها معانا في مصر. ده كده نموذج لهاني مونر باكج، تمام. وزي ما اتفقنا ان الحاجات بس اللي تفرق الهاني مونر باكج عن الكلاسيكال باكج هي التشديد على الكينج سايز بيت عشان هم عريس وعروسة، و طبعا بنبلغ المركب والفندق علشان يعمل لهم سوربرايز، وممكن كمان شركتك نفسها تعمل لهم سوربرايز عشان تساعدهم في رحلة شهر العسل بتاعتهم. استنوني ان شاء الله مع محاضرة جديدة، وايه مستنيين المحاضرة الجاية؟ ما تفوتش المحاضرة الجاية، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ميرسي.